أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن توطين وزيادة قاعدة التصنيع المحلي للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز يعد من الدعائم الرئيسية للانتهاء من المشروعات الاستراتيجية والحيوية والتي ينفذها قطاع البترول في التوقيتات المحددة. تصريحات الملا جاءت خلال تفقده لسير العمل بالورش المركزية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بالقطامية والتابعة لشركة بتروجيت ومتابعة واستعراض لنتائج تطوير ورش تصنيع المعدات الاستاتيكية لتعظيم المنتج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج. أضاف الملا أن قطاع البترول حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلي اللازم لتنفيذ المشروعات البترولية والقومية الجديدة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيلها تجريبيا في نوفمبر الماضي وافتتاحها وتشغيلها رسميا في منتصف يونيو الماضي. أشارت الهيئة في بيان رسمي لها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات. يمثل هذا الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ويساهم في منع تكدس الحاويات بالموانئ البحرية من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات كلية بلغت 3,900,000,000 جنيه. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ربح 61 مليار جنيه، وارتفع مؤشر إيجيكس 30 بما نسبته 3.48% ليغلق عند مستوى 21,232 نقطة ليصل إلى مستوى قياسي جديد. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AJX 70 بما نسبته 51% ليغلق عند مستوى 3870 نقاط، وصعد مؤشر AJX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتنحسر نسبيا موجة صعود خلال الأيام الماضية في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات التصعيد في الأراضي المحتلة، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.4% لتصل إلى $90.55 للبرميل، كما هبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.5% إلى $87.28 للبرميل. كان الخامان صعد بنحو 6% في آخر تداولاتهما الرسمية في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ إبريل الماضي. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع محمد عبد الله وليلى عمر. شكرا مصطفى.